تستحق العلاقة الزوجية من احترفيها أكثر من فرصة للاستمرار وعلاج المشكلات اليومية للحفاظ على الزواج من الانهيار. وفي الوقت الذي يظن فيه البعض أن الطلاق حل جذري لمشكلات الزوجين المتراكمة، قد يصبح الخروج من دائرة الخلاف ومراجعة النفس وسيلة جيدة لرأب الصدع بين الزوجين، وهو ما يطلق عليه المتخصصون اسم الإجازة الزوجية. ظهر مصطلح الإجازة الزوجية للمرة الأولى عام 1999 في كتاب الإجازة الزوجية رحلة تعيدك إلى البيت للصحفية شيريل جارفيس. وصفت جارفيس في كتابها خطة مبتكرة اتبعتها 55 امرأة خضن تجاربهن الفردية في اكتشاف ذواتهن، وشرحت كيف ساعدتهن ذلك في إحياء علاقاتهن الزوجية بعد سنوات من الملل. عرفت جارفيس الإجازة الزوجية بأنها فترة زمنية محددة ومخطط لها، تترك فيها المرأة عالمها لممارسة هواية قديمة أو استعادة علاقتها بصديقاتها أو خوض مغامرة تحلم بها. يمتنع الزوجان خلال تلك الفترة عن اتخاذ قرار يخص علاقتهما، سواء بالاستمرار أو الطلاق، وهي بمثابة الهدنة بين الطرفين بهدف الإصلاح. توصلت جارفيس إلى استنتاجات عدة، مثل أن النساء قد يتمنين العيش بمفردهن لفترة من الوقت، وأن الأحلام القديمة لم تمت بعد، لكن كان الاكتشاف الأوضح أن النساء لا يضعن أحلامهن ضمن الأولويات، وهو السبب الذي دفع جارفيس لتوجيه كتابها للنساء. ينبغي على الزوجين الانفتاح أثناء الاتفاق على قواعد الإجازة ووضع توقعات واضحة وقابلة للتطبيق ويقبلها كلاهما، فيعد الاتفاق على التوقعات أمرا أساسيا للحفاظ على مشاعر الثقة المتبادلة بين الطرفين وتجنب الاتهام بالتقصير أو الإخلاف بالوعود. فإذا توقعت الزوجة التواصل هاتفيا كل يوم ولم يتوقعه الزوج، فستتأدى مشاعر الزوجة وربما تتهم زوجها بالتقصير. كذلك إذا توقع الزوج قضاء الزوجة إجازتها في ممارسة هواية قديمة لكنها خططت للعودة إلى وظيفتها، فسيتهمها بخداعه وإساءة استخدام الإجازة.